عبر الهاتف من الرياض مباشرة ينضم لنا الدكتور شوقة الشرجبي وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الطب العلاجي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. وفاة 789 شخصا، نحو 800 شخص توفوا بسبب الكوليرا في اليمن طبعا منذ بدء تفشي هذا الوباء في أبريل الماضي. هذه الكارثة الإنسانية كيف تواجهونها؟ هل من مدى للسيطرة عليها؟ هل تمكنتم من السيطرة على انتشار الوباء في أي من المناطق؟ وكيف هي ربما هو انتشار بحسب المناطق في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرا لكم تعاونكم وتواصلاتكم واهتمامكم بالمجال الصحي في اليمن، وخاصة في الوضع الحالي اجتياح مرض الكوليرا. المرض اجتاح الكوليرا من فترة طويلة، حوالي من 8 أشهر، وتم السيطرة عليه في بداية العام 2017، ثم بدأ مرة ثانية بالانتشار بسبب عدم السيطرة الكلية، وانتشاره بدأ في أمانة العاصمة صنعاء ومن ثم بعض المحافظات حتى وصل إلى معظم المحافظات ولكن بنسب متفاوتة. الأعداد التي ذكرتها في تقريركم بأن هناك 100,000 حالة كوليرا هي ليست دقيقة من منظمة الصحة العالمية. دكتور معلش بس أوضح بس للمستمعين والمشاهدين، يعني أنا فقط وضحت بأن التقرير هو من منظمة الصحة العالمية. سمعت يا أختي تقولي منظمة الصحة العالمية، وأنا أرد عليهم بأن هذه حالات إسهالات مائية ليست كوليرا كلها. نحن عندما نقول حالة كوليرا إن حالات موثقة مخبرية من كوليرا، ولكن الحالة الإسهال المائي نعم قد يصل إلى هذا الرقم أو يقل شيئا منه، لكنها ليست حالات كوليرا كلها. طيب الحالات الكوليرا الدقيقة التي لديكم أرقام دقيقة عنها، ما هو الرقم؟ هي أرقام دقيقة وتقل بكثير، ولكن نحن الآن نضع كل الحالات المشتبهة، تسمى حالات مشتبهة كما في التقرير من منظمة الصحة العالمية التي وضعت. أنتم تعرفون بأنه معظم المحافظات لا يمكن الوصول إليها، ومنظمة الصحة العالمية هي من تأخذ المعلومات من بعض المحافظات بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة اليمنية. طيب أكثر المصابين، الفئات العمرية الأكثر تعرض للإصابة والالتقاط الوباء بشكل أسرع، هل كبار السن، الأطفال، أم من؟ أقول كل الفئات الآن أصبحت كل الفئات التي تعاني من أسباب انتشار الكوليرا تتعرض للإصابة، ولكن الأطفال أقل. طيب دكتور، وباء الكوليرا سمعنا بأنه يعني يمكن الوقاية منه ويمكن أيضا معالجته، منظمة الصحة العالمية قالت بأنه من الأوبئة التي يمكن الوقاية منها. كيف يعني يمكن الشخص أن يقي نفسه من وباء الكوليرا، الأم أن تقي طفلها في ظل الأوضاع الحالية في اليمن؟ نعم، هي هناك أوضاع الكوليرا، أنت تعرفي يا أختي أن الكوليرا هو عبارة عن مرض بكتيري ينتقل عن طريق الجهاز الهضمي، فإذا استطاعت الأسر والمجتمع أن يقي المواطن من العدوى عن طريق الجهاز الهضمي والأسباب التي تؤدي إلى انتشار زيادة انتشار المرض، أكيد يتم السيطرة على المرض. نعم. طيب ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره والتي يمكن أن ربما أن يتلافاها الشخص؟ احنا الآن قلنا المرض هذا ينتشر عن طريق الجهاز الهضمي، فإذا طيب. كان كل طريق الماء كل مأكولة الماء، المأكولات، الخضروات، كل ما يدخل عن طريق الفم ملوث يصيب الإنسان، فإذا استطاع الإنسان أن يشرب الماء النقي ويأكل الأكل النقي والخضروات النقية ولا يحتك كثيرا بالسلام في الاجتماعات، في أماكن الاحتكاكات، أماكن التجمعات الموبوءه، انت تعرفين بان الاوضاع الاستثنائيه اللي تعيشها بلادنا خاصه في الظرف الحالي الذي يعرفه الجميع، هذا سبب رئيسي لانتشار الامراض، منها النفايات المكومه في الشوارع ولم تزال، منها انقطاع المياه من اضطرار المواطن للحصول على المياه من مناطق مختلفه، منها الصرف الصحي، منها اشياء كثيره، ايضا يعني ضعف القطاع نعم دكتور الصحيه نظرا ل تهدم معظم المنشآت وغيره. صحيح، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور شوق الشرجبي وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الطب العلاجي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض.